عم سيد طول عمره حلواني، له اسم في حلوان، من كتر ما الحاجة بتعجب بيروح له ناس من كل مكان، كنافة بلدي وقطايف، جلاش، رقاق أو سمبوس، كل اللي نفسك فيه تلاقيه، لو حتى عايز بسبوس. ومراته الست أم محمد بتساعده وهي واخدة بإيده، واللي وراه ست بيكبر وربي من فضله يزيد. صباح الخير. صباح الخير يا استاذه. ازيك يا عم سيد؟ كل سنه وانت طيب. الله يكرمك. كل سنه طيبه يا عم. اشهر من نار على العالم هنا في حلوان. الله يخليك. اتفضل يا عم سيد. اتفضل يا عم سيد. عامله ايه؟ انا كويسه بخير والله الحمد أنا لله. كويس. كل سنه طيبه وانت بالف صحه وسلام. امورين شادر الجميل بتاعكم ده بيخرج ايه بقى؟ بتعملوا فيه ايه يا عم؟ بنعمل فيه كنافه بلدي. كنافه بلدي. بنعمل كنافه آلي، وبنعمل اللهم صل على النبي قطايف، وعندنا بقى جلاش وسمبوسة وبسبوسة وحاجة الحلويات بتاع كل رمضان. كل الحاجات دي في رمضان. كل الحاجات دي في رمضان. طب وفي غير رمضان تعمل ايه؟ في غير رمضان شغالين طباخين. بتطبخ؟ تطبخ ايه بقى؟ الافراح. لا كيترينج. تعمل الاكل اللي هينزل في الفرح. زي ايه مثلا؟ طبيخ ايه؟ اي طبيخ اللي بيطلبه الزبون او اللي بيطلبه العميل اللي بيجي. تعمل اوزي صغير مثلا ولا صعب ده؟ لا انا بعمل كل حاجه. تعمل محاشي؟ بنعمل محاشي. بنعمل حلويات، ولو جلاشات بقى جلاشات كل حاجه. مثلا ممكن حد يكلمك في التليفون ويقول عندي عزومه، عندي كذا، عندي كذا. طب هايل يا عم سيد. ده بيزنس انا عاجبني المشروع ده. ونقلب رمضان في رمضان. ونقلب رمضان في رمضان عشان نفرح في الناس. في الكريسماس وفي راس السنه موسمي. عشان نفرح الناس. هو ما هو الاكل بيفرح يا عم لا سيد. الموسم بتاع رمضان غير استعدادات الموسم هي اللي لذيذه. ماشي. فالحاجات دي مبهجه. كل سنه وانت طيبه. انت بقالك كام سنه في المحل ده يا عم سيد؟ انا بقالي 15 سنه هنا. وقبل كده المكان كان بتاع مين يا عم سيد؟ لا المكان ما كانش حد بيفتح هنا. انت جيت هنا من 15 سنه؟ انا جيت هنا من 15 سنه بفتح هنا. قبل كده كنت شغال مع والدي، وكنا بنشتغل ايام الفرن الطينه اللي بيديني بالطينه ده، الفرن البلدي بيديني بالطينه وبواجير جاز. الوقت اتطورنا بقى، عملنا ده عشان ننقله كده ننقله كده ايوه. التاني كان ثابت في مطرحه، ثابت مكانه. صح. طب انت قبل كده بتقولي كنت شغال مع والدك، كنت شغال مع والدك فين؟ كنافه. في حي ايه؟ في الفيوم. انت اصلا من الفيوم؟ اساسا من الفيوم. انا شهرتي في حلوان سيد الفيومي. سيد الفيوم. وامتى نزحت للقاهره يا عم سيد؟ لا نزحت للقاهره من 35 سنه كده، 32 سنه. ياه. ايه اللي خلاك تحس ان لا جيت وانا لسه صغير؟ قبل ما تتجوز يعني. وبعدين ربنا كرمك هنا بام محمد. ام محمد بنت عمي. ومين تاني من ولادك واقفين معاك يا عم سيد؟ هو ولادي الثلاثه. اساميهم ايه ولادك؟ محمد وعبده ومصطفى. ما عندكش بنات يا عم سيد؟ لا ما عندكش. معايا مكه بنت ابني. حلوه قوي. جميله. جابوا لك بنات. عم سيد انت مشهور في الحته اكتر برمضان بالكنافه والقطايف وكده، ولا مشهور اكتر بالطبيخ وبالحفلات وبالبتاع؟ بالنسبه لمنطقه المساكن انا مشهور بالكنافه. بالكنافه. في شهر رمضان. انت كنفاني اصلا. بفتح في شهر رمضان كل سنه. عم سيد وانت في الفيوم شغلت كذا سنه في الفيوم مع والدك. قبل ما تيجي هنا. كنت بتحب هناك اكتر؟ ايه الفرق بين هناك؟ والله هو الجو الارياف حلو برضه مش وحش. والدي جدي اللي هو ابو ابويا برضه كان شغال في المهنه دي. يعني انت كمان جدك كان كنفاني في الفيوم برضه. وكان مشهور هناك في الفيوم بالشيخ حسين بتاع الطعميه. كان بيقلي بقى طعميه في غير الموسم بقى. في غير الموسم فول وطعميه وكده. مين علمك يا عم سيد؟ مين علمك الصنعه؟ والدي. علمك ازاي غير ان هو كنت بروح معاه؟ كنت بطلع معاه. ما علمكش اخلاقيات المهنه؟ يعني مش بس دقيق قد ايه وميه قد ايه وملح قد ايه؟ تتعامل الناس ازاي؟ لا لازم نعامل الناس كويس، اهم حاجه ان الواحد يعامل الناس كويس. والدك كان بشوش كده زيك طبعا. ولا كان كده برضه؟ كان شبهي برضه كده. شبهك؟ انت شكلك قديم يا عم، يعني شكلك موديل طراز افلام كده. الله يبارك لك. والله عم سيد هتعرفني بكل افراد العائله اللي قاعدين بيشتغلوا؟ مفيش مشكله.